رحيم الغزالي، متحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين. نقف اليوم نحن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أمام مقر البرلمان المغربي لنسلط الضوء مجددا على أحداث 16 ماي الأليمة. هذه الأحداث التي خلفت صنفين من الضحايا، الصنف الأول هو الصنف الذي يعني قتل وأصيب في هذه الأحداث الأليمة، وهذا الصنف اللي كنتضامنوا معه احنا بشكل مطلق وبشكل غير مشروط، وكذلك الصنف الثاني اللي الصنف المسكوت عليه والصنف المظلوم اللي هو المعتقلين الإسلاميين الذين زج بهم على خلفية هذه الأحداث في السجون المغربية وحكموا بأحكام بلغت حد الإعدامات. فجينا اليوم ان شاء الله لمقر البرلمان المغربي لنؤكد على مظلوميه ابناء هذا التيار من هذه الاحداث هذه، وعلى ادانتنا مجددا لهذه الاحداث هذه، ولمطالبه الحكومه بفتح تحقيق نزيه وصريح من اجل الكشف عن المدبرين الحقيقيين لهذه الاحداث هذه، وكذلك من اجل اسقاط قانون مكافحه الارهاب، هذا القانون الذي اتخذ مطية من اجل يعني الاعتقال ديال ابناء هذا التيار هذا بشكل مستمر منذ 2003 الى يومنا هذا، وكذلك من اجل حث الحكومة من اجل ايجاد حل لهذا الملف هذا برمته واطلاق سراح يعني المظلومين وجبر الضرر ديال الضحايا ديال الاحداث هذه. ابناء المعتقلين الاسلاميين شانهم شان المعتقلين، فهم يعانون خارج الاسوار كون ان المعيل الوحيد لهذه الاسر زج به لسنوات طويله جدا بلغت حد الاعدام، مما ادى بالوضعيه الاقتصاديه والاجتماعيه الى التدمر. فهناك بعض العوائد شردت، هناك من للاسف من افترقت عنه زوجته، هناك من شرد ابناؤه، فلذلك فالضحايا ليسوا فقط المعتقلين بكون انهم وراء القضبان، لكن هاد المعتقلين خلفهم عائلات كذلك يعني شردوا وكذلك يعانون جراء هذا الاستمرار لهذه الاعتقالات. بالنسبه للاسم عبد الغني خالص، منسق جهه الدار البيضاء وعضو بالمكتب المركزي للجنه المشتركه للدفاع عن المعتقلين الاسلاميين. بالنسبه للمقتل اليوم بمناسبه الحدث، ما يخفاش عليكم ان اليوم هو يوم 16 ماي ويذكرنا بالحدث 16 ماي 2003 والاحداث اللي عرفتها مدينه الدار البيضاء، ومن بعد الحدث عرفت يعني المشهد المغربي مجموعه من الاعتقالات، مجموعه من المحاكمات اللي كانت عليها ازيد من علامه استفهام، احكام اللي كانت قاسيه، وكل هذا هم ابناء الحركه الاسلاميه. من بعدها السجون وما مر في السجون من عذابات والام، لا زال حتى الساعه مجموعه من معتقلي 16 ماي في السجون نطالب اطلاق السراح، تصفيه هذا الملف، و صراحه جبر الضرر المادي والمعنوي، خصوصا مع 16 ماي انهم المعتقلين الاسلاميين تقولوا ان لا علاقه لهم بها لا من قريب ولا من بعيد. بالنسبه هي المأساة هي متجزئه، والمعاناه هي يعني عندها صور كثيره، كاين معاناه المعتقلين الاسلاميين داخل السجون حاليا، كاين معاناه المعتقلين الاسلاميين اللي خرجوا حاليا كيعانيوا يعني صعوبه الادماج، صعوبه الدخول في الحياه من بعد 20 و18 و19 و15 سنه ديال السجن، وكاين المعاناه ديال الاسر اللي زالت كتعاني الان. كنعرفوا ان الاعتقالات طالت مجموعه من الشباب اللي كان عندهم اسر وكان عندهم بيوت وكان عندهم ابناء وزوجات، فالعامل النفسي هنا والعامل المادي هو حاضر وغيبقى حاضر الا ان الدوله تشوف شي حل منصف وعادل لهذه القضيه هذه. المعتقل السابق نور الدين نفيعه الملقب بالشيخ ابي معاذ، المعتقل من 2002، طبعا اعتقلت في 2002 خارج القانون، كنت في احد المعتقلات السريه تماره وغيرها، وانا شاهد على تلك المرحله. حكمت ب 20 سنه وفرج عني في 2020 مقتضى عفو ملكي، وكلنا نعلم ونؤكد على ان هذه الاحداث كانت مفتعله، واحداث لحد الساعه لم يعرف الجهه التي وراءها تدبيرا وتخطيطا،
جئنا لندلي بشهادتنا. أما مسألة تعذيب المعتقلين أثناء الاعتقال أو أثناء التحقيقات، هذا أمر صار كنار على علم، وشهادات المعتقلين السابقين فرج عنهم كثيرة متواترة. أما إدماج المعتقلين بعد الإفراج عنهم، هناك بعض المسائل الشكلية بحق بعض المعتقلين وبانتقاء مسائل المعتقلين، هناك الإهمال التام، ومسألة إدماج المعتقلين وإعادة إدماجهم هذه تبقى فقط أكذوبة هذه المرحلة، والله تعالى أعلم. خلال وقوفكم اليوم، ما هي مطالبكم المغربية؟ مطلب رئيسي هو محوري، الذي يعني الحدث الذي بني عليه كل هذه الأزمات هو أحداث 16 ماي. اعتقل الناس على خلفيتها، وصارت حملات أمنية، وصار استصدار قانون الإرهاب إلى آخره. إذا تبين الحق في هذه الأحداث، أحداث 16 ماي، وتبين أن مفتعلة وجهات أخرى وراء هذه الأحداث، سقطت كل دعاوى الحكومات المتتالية هنا في المغرب. علي الوزالي معتقل سابق في ملف الإرهاب. احنا في هذه الوقفة هذه كنحاولوا نعود نحيوا المأساة الأليمة لطائفة من الناس اللي تأدوا من هذه الأحداث، وما عقب ذلك من قانون كان سببا في مأساة الكثير من المعتقلين، يعني ضحايا غير مباشرين لأحداث 16 ماي. فالمطلب ديالنا هو أولا إسقاط هذا قانون الإرهاب اللي هو قانون حيفي، قانون ظالم. المطلب الثاني الاستعجال بالإفراج عن المعتقلين الكثر داخل السجون، اللي هم ظلم، يعني بريئين كل البراءة من معظم التهم المنسوبة إليهم. كذلك إرجاع حقوق المعتقلين السابقين بعد خروجهم من السجن، وأيضا إعادة التأكيد على المخالفات والتجاوزات القانونية القديمة اللي كان معظمها تعذيب معتقلات سرية، إضافة للمعاناة وسوء المعاملة داخل السجون اللي باقى إلى الآن بعض مظاهرها خاصة داخل المعتقلات، حيث يقبع عدد كبير من السجناء المحكومين في قضايا الإرهاب ظلما وعدوانا، ومعاناتهم تستمر ومعاناة أهلهم تستمر. فنحن في هذه الوقفة نريد التذكير بكل هذه الأحداث وبكل هذه المآسي، لعل آذانا صاغية تسمع لهذا النداء وهذه المعاناة، وربما تتوقف وتعود الحياة إلى مجرها الطبيعي.